من ضمن الحاجات اللي انا عايز اقولها برضو، خبر انفرد بيه كل الكورة، موقع كل الكورة او الصفحة بتاعت كل الكورة، عن امام عاشور. مضوا صورة عقد، عشان تعرف برضو ان في بعض الاحيان انت بتبقى في ايديك حاجات وتطير منك، هواك بتبقى في ايدك حتة دهب او الماز وتطير منك. عقد على بياض موقع للنادي الاهلي من امام عاشور من 4 سنين اهو. هاتوا لي بس الاول الخبر بالعنوان وبعدين صورة العقد. لجنة الكرة بالنادي الاهلي رفضته في 2018، ده كل الكرة اللي بيقول، وقبل توقيعه للزمالك امام عاشور وقع على بياض للاحمر اللي هو الاهلي قادما من حرس الحدود، ولكن لجنة الكرة بالنادي الاهلي رفضته، وكان حينها الكابتن محمد فضل مديرا للتعاقدات بالنادي. خد بالك، محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي ده مش تدينه، ده في صالحه، يعني ذكر اسمه كمدير للتعاقدات في صالحه، لانه مضاه على بياض اهو اللي رفضت وقتها لجنة الكورة. يعني مدير التعاقدات عمل شغله ومضى امام عاشور على بياض اهو. ادي بصمة امام عاشور وادي توقيع امام عاشور وانفرد الحياة كل الكورة. امام عاشور الان احد نجوم نادي الزمالك. هتقولي بقى الصورة بتاعت العقد عشان بتبقى اوضح شوية، اللي فيها بصمة امام اهي. ادي امام عاشور متولي عبد الغارد على بياض، العقد كله فاضي اهو، وادي البصمة بتاعته وادي التوقيع بتاعه اهو اهو، حتى مش مكتوب الطرف الاول مين، يعني هو الراجل مضى على بياض وكان عنده استعداد يلعب مجانا لصالح النادي الاهلي زي ما احنا شايفين كده. ده دليل على ايه؟ اولا على حاجتين عايز استدل بالموضوع ده، طبعا بكل الكرة بنهنيهم على الانفراد ده، بس انا عايز استدل على القصة دي بحاجتين. اول حاجة، امام عاشور النهارده زملكاوي اكتر من اي حد. شوف، كان ماضي على بياض للاهلي، الوقت هو زملكاوي اكتر من اي حد. هل معناه انه انتمائه يعني للزمالك وهنا كان انتمائه للاهلي، ولا كان للزمالك وبيوقع للاهلي زي مصطفى شلبي؟ عشان الناس تقول لك ايه، ده كان بيضحك علينا ولا بيضحك على الزمالك؟ يعني هل هو اهلاوي ثم تزاملك، ولا كان زملكاوي ومتاهله، ولا كده ولا كده؟ اتعاملوا مع لعيبه كوره يا جماعه زي المهندسين والدكاتره، وبيأدي شغله. هو النهارده في مستشفى عين شمس التخصصي، بكره راح مستشفى للقصر العيني دكتور، خلاص بيدي كل مجهوده وكيانه لمستشفى عين شمس التخصصي، خلاص ماشي، راح مستشفى القصر العيني بيدي كل جهده وشغله وكيانه لصالح مستشفى القصر العيني بس، فول ستوب. يبقى اللعيب الكورة، عشان ما نقعدش نبالغ في موضوعات هي على ارض الواقع مش موجودة، امام عاشور لو كان في الاهلي، اولا اول دلالة ان الاهلي خسر لعيب من افضل لاعبي خط النص في مصر دلوقتي، يعني ده كان هيبقى خير بديل لمين بقى في الاهلي في المكان ده؟ عمرو السولية. تخيل بقى امام عاشور ده لو كان بهذا الاداء وهذا المستوى في النادي الاهلي في نص الملعب مكان عمرو السولية، كان زمان بص صاروخ، وكان زمانه بنفس القوة وبنفس المهارة وبنفس الانتماء وبنفس القيمة وبنفس كل حاجة. ليه؟ لأنه هو أمين في شغله، بيطلع كل مجهوده في شغله. فلما ما فلحش توقيعه للأهلي، مع انه وقع على بياض وقتها من 4 سنين، راح الزمالك فدى برضه كل مجهوده وكل كيانه وكل حياته وكل شغله للزمالك، فاصبح يقدم كل ما يمتلكه لصالح الزمالك. هو ده لعيب الكوره، مهنته لعيب كوره يا جماعه، ما تدخلوش لعيبه الكوره في فكره، ما حدش يقول لسه مصطفى شلبي كان اهلاوي لغايه امبارح فبقى زملكاوي ازاي وهو بيجري ورا اللي ما اعرفش ايه، لا لا، هو لعيب كوره مهنته كده. انا بشتغل في اي تي سي، امبارح اشتغلت في القاهره والناس، اول امبارح اشتغلت في مودرن، اول اشتغلت في اوربت، واشتغلت في قناه ابو ظبي، اشتغلت في كل قنوات في اون، اشتغلت في كل حته. انت انتمائك للمكان اللي بتشتغل فيه فبتقدم فيه كل ما تمتلكه من اداء مهني. والتلفزيون المصري بيقولوا لي، والتلفزيون المصري ده اخر حاجه قبل اي تي سي، والراديو
بالمرة، نغم وشعبي وكل الكلام ده، نغم اف ام وشعبي اف ام. فعايز اقول ايه يعني في الاخر، اول حاجة ان الاهلي فقد لعيب كبير، فانت في بعض الاحيان ممكن الناس تبقى بتتفلسف وتبقى لها رؤية فنية خاطئة، لان امام عاشور من 4 سنين كان له ريحته برضه، يعني ما كانش يعني لعيب مش باين، كان لعيب برضه له ريحته، وكان متألق وكان في المحلة وكان في عرس الحدود ومعروف يعني، فكانت رؤية غير ثاقبة من لجنة الكرة في الاهلي، لكن لجنة التعاقدات عملت اللي عليها. فلما راح الزمالك بقى بهذا المشهد، نفس القصة قيسوها على مين؟ على مصطفى شلبي. يبقى في حاجتين، ممكن في الأندية تفقد لاعبين على مستوى عالي جدا 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 جدا، وده موجود في العالم كله برضه، عشان من ايه ما نقولش ان الاهلي هنا يعني خطأ فادح، لا بيحصل يعني. محمد صلاح كان في تشيلسي، مورينيو قال لك لا يمشي ومشي، ولوكاكو ودبراين وديدي تشيلسي ده يعني مكسر الدنيا، ومورينيو ده من مصنف افضل مدرب في العالم او من افضل مدربين في العالم، فوارد انه يحصل يعني. المشهد التاني ان لعيب الكوره لعيب كوره، مهنته لعيب كوره،